السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج الوسم. كان يا ما كان في قديم الزمان في عام 1997 ذكر أحد رؤساء تركيا أن العرب لديهم نفطهم ونحن لدينا مياهنا، لكن لم يكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل المياه والأنهار تجري فيما بين البلدان. منذ ذلك الزمن وتركيا تحارب العراق من خلال السدود والمياه وقطع المياه على العراق. لم تكتفي بهذا الشيء، بل وصلت إلى مرحلة أن تقصف الأراضي العراقية مرارا وتكرارا لغاية يوم أمس، والقصف الذي حصل في زاخو في محافظة توك في قضاء زاخو لسواح عراقيين استشهدوا وهم في زاخو. بالبداية الله يرحم كل اللي استشهد يوم أمس في قصف زاخو، والله يلعن كل من كان السبب بهذا القصف، من تركيا، من أردوغان، من حكومتنا وسياسينا اللي منبطحين لدرجة ليس لها مثيل. وآسف على المفردات اللي راح أطلقها اليوم، لأنه طفح الكيل وبعد ما نقدر نتحمل أي استهداف يصير لأي مواطن عراقي. العراقيين حاليا يخرجون بمظاهرات، يستنكرون، يحرقون الأعلام التركية في العراق وفي بغداد وفي كل المحافظات، والدولة مجرد استنكار بسيط أشبه بالزعلانة، بالمرأة الزعلانة اللي تروح من بيت رجلها وتتعزز شوية على زوجها زعلانة، سواء إذا كان استنكار رئيس الجمهورية مصطفى الكاظمي أو محمد الحلبوسي، كلهم يستنكرون استنكارات تكاد أن تكون معدومة. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم ستكون مخصصة بشكل كامل على القصف التركي اللي صار وحدث في مدينة زاخو يوم أمس، وراح ضحيته عراقيين ما لهم أي ذنب. فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا مشاهدين الكرام، لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره فيس تو فيس، ومواضيعنا اللي راح تكون هذا اليوم مخصصه والحلقه بالكامل على الاستهداف التركي اللي حصل يوم امس على في محافظه زاخو، في محافظه توك، في قضاء زاخو، في احد المصايف هناك. ناس عراقيين راحوا يستجمون يصيفون بالعطله، حصل لهم استهداف جبان، استهداف سافر من دولة يقال انها جارة، وكوم احجار ولا هجار، دولة جارة قتلت العراقيين بوضح النهار امام الامم المتحدة وامام امريكا، من تدعي انها التي تحافظ على امن وامان البلدان، وامام روسيا وامام الصين وامام هذه الدول العظمى وبريطانيا وأمام كل العرب. لم نشاهد استنكارا عربيا واحدا، لم نشاهد أي تصريح من مسؤول حكومي في دولة عربية أو دولة أجنبية، لم نشاهد أي دولة في العالم من الدول التي تكون دائما موجودة في العراق تستنكر، لدرجة أنه بلا سخار يوم أمس اجتمعت بالكثير من المسؤولين العراقيين بعد القصف بساعات، ولم يكن هنالك أي استنكار أو إدانة لهذا الفعل الإجرامي الذي حصل من تركيا. الشاعر يقول كون الوقت مو هذا، ذاك تشنت بي صدر النهر مخبوط يصفى من حاكي، عندما كان العراق قويا لم تتجرأ تركيا على قصفه. أما الآن هذول السياسيين اللي مصلحتهم أهم شيء عندهم بهاي الدنيا مسلمينها تراب لكل الدول،
حجم التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا اللي راح نتطرق له في حلقتنا لهذا اليوم، اللي يقدر ب 21 مليار دولار في سنة 2020، و 2021 ازداد و 2022 ازداد أكثر. 21 مليار دولار حجم التبادل التجاري، وتركيا تقطع علينا المياه بسد أليسو وسدودها اللي تخليها على نهر دجلة والفرات. اليوم العراق يعاني بعدم وجود مياه كافية، نهر دجلة راح يصير عبارة عن أطلال، الأهوار جفت، البحيرات تلاشت، وما شفنا أي مسؤول حكومي يروح ويهدد تركيا. مصر أثيوبيا رادت تبني سد على نهر النيل، هددت بحرب وغزو لأثيوبيا. لغاية الآن أثيوبيا بنت السد لكن ما حصرت المياه به، لأنه تخاف من مصر، لأنه هددتها بالحرب. احنا عندنا 750 ألف مقاتل بالجيش، 250 أو 400 ألف مقاتل في الحشد الشعبي، والآلاف في الشرطة الاتحادية وغيرها من الفصائل الأمنية المسلحة، وما نقدر، معقولة ما نقدر ويا تركيا ولو نهددهم؟ صار أكو رد من قبل الفصائل المسلحة اللي يحجون عليها دائما، يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة. لو حاصرين السلاح بيد الدولة كان هسه ما شفنا أي رد من هاي الفصائل. اليوم معقول احنا ما نقدر نوقف وننطي حد لأردوغان المجرم الإرهابي؟ معقولة ما حد يقدر يوقفه عند حده؟ يقصف بالأراضي العراقية مرارا وتكرارا. طفلة بعمر السنة، سنة واحدة عمرها، ايدها انقطعت وتوفت، وامها شايلتها وجت للمستشفى بيها. شاب من اهالي كربلاء الى ثلاثة ايام على زواجه استشهد. شاب من بغداد الى خمسة ايام على زواجه استشهد. كل هاي الشهداء هم في ذمة الحكومة وفي ذمة المسؤولين وفي ذمة أي شخص عنده منصب بهذا البلد، من رئيس الجمهورية إلى أصغر جندي أو أصغر مسؤول في هذا البلد. اللي ما يقدر يرد على تركيا خليه يلبس شيلة. لا والله، ليش يلبس شيلة؟ نسواننا أسبع من عندهم تقدر ترد. اللي ما يقدر يرد على تركيا خليه يبطل ويروح ويقول أنا ما أقدر. والله نحترمه، انا واحد من الناس احترمه واقدم له الاجلال والعرفان والاحترام واقول له عاشت ايدك، اتنحى نجيب ناس توقف بهذا المنصب وتكون قادره على الرد على العدوان التركي. خلينا نشوف شنو سوت تركيا بقصفها وشنو كانت الاضرار اللي حصلت يوم امس. نبدي من الصور اللي كانت، هاي صورة من القصف على المصيف. مثل ما تشوفون الناس، ما أعرف يعني شنو اللي نقدر نعبر عليه، شنو الكلام اللي نقدر نسولف، شو نحكي، ما نعرف. طبعا صور كثيرة، مو بس أحرق العلم، أدوس على العلم مال تركيا وأمزقه، وإن شاء الله راح نطلع لكم الفيديوهات اللي سووها العراقيين والوقفات الاحتجاجية اللي سووها العراقيين. نبدأ بالشهداء، الشهداء اللي استشهدوا في القصف التركي الجبان. عباس علاء العوادي، شاب جميل صغير متزوج، صار خمس أيام، من أهالي حي الجهاد بغداد، راح يقضي شهر العسل. قبل شوية خابره وأهله أنه استشهد بدهوك. الله يرحم عباس
والله يرحم كل الشهداء. شاب بعمر الورد، شاب ما إلى أي ذنب، كل الذنب اللي اقترفه أنه هو في بلد لا يحمي شعبه. محمد جواد في قسم هندسة الطب استشهد بالقصف التركي في شمال العراق. شوف لي محمد جواد، شوف الشباب اللي استشهدت. ما اعرف شنو الكلام اللي ممكن نقدر نحكيه. من كربلاء المقدسة الشهيد علي صباح الجبوري استشهد نتيجة القصف التركي الغاشم في محافظة دهوك. الشهيد علي صباح الجبوري. محافظة كربلاء تزف شهيدها الثاني حسن فارس في دهوك. الرئيس عندنا من كربلاء، وهالرجال الكبير المسكين، وعندنا من بغداد، وعندنا من باقي المحافظات شهداء. لا حد يعرف شنو طائفتهم، لا حد يعرف من أي دين، وهم حاليا استشهدوا في القصف التركي. هاي الملابس ابدا مو تركيه، هذا صيني ومكتوب عليه ميد ان تشاينا يا نورس. انا ما اروج لتركيا من الان فصاعدا، لن اروج لاي منتج تركي. شوف لي هذول الشباب العرسان اللي كان زواجهم قبل ايام من موعد استشهادهم. عباس محمد جواد وعباس علاء العوادي اللي استشهدوا، واحد بحي الجهاد وواحد من كربلاء. هذول الشهداء. هاي كانت مو كل الحصيله، مو الحصيله الكامله للشهداء، وانما كانت الشباب. طبعا اكو بعد طفلة استشهدت، ومرأة مصابة، عشرات المصابين والشهداء. بعد الحادثة العراقيين الشجعان الأبطال اللي ما تأخذهم بالحق لومة لائم، استنكروا وبدوا يخرجون بمظاهرات حاشدة بكل المحافظات. لأن شاف الدولة ما تعبر له عن ما بداخله، فهو ما يقدر يسكت، أبدا ما يقدر يسكت، لأن يعرف أن الدولة ما راح تأخذ له حقه أبدا. بدت الشباب تطلع مظاهرات وتندد باللي صار، وراح نشوفكم صور من خروج المتظاهرين الشباب في بعض المحافظات العراقية، أو أغلب المحافظات العراقية، وخاصة راح تشوفون الفيديوهات في فقرة ترند تيوب. أردوغان قاتل من محافظة النجف الأشرف. أردوغان إرهابي أيضا. هذه صورة من التظاهرات اللي طلعت. طرد السفير التركي، دماؤنا رخيصة جدا. حتى النساء، أنا ليش قلت النساء أشجع من الرجال المسؤولين؟ إن قلت خليه يلبسون شيلة رجعت عن كلامي، لا، النسوان أشجع منهم. أقلها طلعوا وقالوا كلمتهم ونددوا واستنكروا. أنت سويت خلف الله بيان ركيك، وأنت الثاني تغريدة، وأنت الثالث تغريدة، مو أجمع مجلس النواب وأقول لهم يلا كافي صدروا قرار، امنع الاستيراد التركي، خلي البلد يموت من الجوع. خليهم 21 مليار دولار حجم التبادل التجاري بيننا وبين تركيا ما عدا السياحة، راح نتكلم عليها بعدين. هذه صورة أيضا، دوسون على العلم التركي وعلى وجه أردوغان المجرم الحقير النجس. طبعا
ورا هاي المظاهرات اللي طلعت صارت حملة مقاطعة كبيرة للمنتجات التركية والسياحة التركية والبضائع التركية. المقاطعات صارت من قبل جهات كبيرة، صارت من قبل أشخاص كثر في مجتمعنا، ما بين الرياضي وما بين الفنان وما بين الإعلامي وما بين الشركات اللي تودي وتجيب سياحة بتركيا والشركات اللي تستورد الشغلات والحاجات والمنتجات من تركيا. صارت حملة مقاطعة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس. هاي المقاطعة شملت كثير من الأمور. أول من بدأ بمقاطعة السياحة هو حارس مرمى نادي الشرطة أحمد باسل، اللي إن شاء الله يكون موجود ويانا على الخط ونتكلم وياه أكثر. طبعا كابتن أحمد باسل، نرحب بيك أجمل ترحيب في قناة الأيام وبرنامج الوسم، حياك الله وأهلا وسهلا. مساء الخير أخوي عليك وعلى مشاهدين قناة الأيام وعلى مشاهدين برنامجك الكريم. حبيبي كابتن أحمد، الحمد لله على سلامتك بعد عودتك من قضاء فترة إجازتك في تركيا. حدثني شلون تلقيت الخبر وشنو اللي صار عندك وقررت أنه ترجع وتقطع إجازتك بهذا البلد المجرم اللي قتل العراقيين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم أعظم التعازي وأحر المواساة للشعب العراقي عموما وإلى ذوي الشهداء خصوصا. أعتقد ما حدث من فعل جميع من قبل القوات التركية، أتمنى يجب الآية لا يتم السكوت عليه من قبل الدولة وجميع المسؤولين، وأتمنى إن شاء الله أن لا يمر مرور الكرام وأن نكتفي فقط بالاستنكارات والبيانات. أتمنى يكون موقف حقيقي من الدولة جميع المسؤولين اتجاه لسيادة البلد، لسيادة البلد. أتمنى يكون فعل مواجه هذا الجهاز. أما موضوع كان أمر محزن جدا وأمر ممتع جدا. صراحة فاجئت الخبر وما أعرف يعني ما أسوي صراحة يعني. الناس اللي أبحث عن يعني أو شيء لا أبد هذا كان الرجال، أعتقد الرجال مواقف، وبما أنه أني أولا كمواطن عراقي في هذا البلد نعم اللي مالينا الخيرات وضميري وامام الله سبحانه وتعالى اولا وامام ضميري ثانيا. زين كابتن احمد، البعض يقول لك انت رياضي والرياضه ما تدخل بالسياسه، لكن انت قررت انه تبادر انه تقطع اجازتك وما تكون متواجد في هذا البلد. اليوم الرياضه احنا نعرف تتداخل كثير بالسياسه، الرياضه دائما ما تكون هنالك شعارات من قبل اللاعبين اذا كانت بلدانهم تمر في فتره حروب او شيء من هذا القبيل. اليوم انت كرياضي، البعض يقول لك انت رياضي بعيد كل البعد، المفروض السياسي هو اللي يستنكر، المفروض الشخص اللي قريب على الحكومه والمسؤول الحكومي هو اللي يستنكر، لكن انت اليوم ضربت مثل بهذا الاستنكار اللي حصل وقطعت فتره اجازتك بعد لعبك لفتره طويله بالدوري اقل السنه. انت حارس نادي الشرطه في كل المباريات وتعب وجهد، ومن حقك انه تستريح وتاخذ فتره استجمام في هذا البلد، لكن انت قررت انه تقطع اجازتك. اليوم الرياضة هل هي متداخلة في السياسة كابتن أحمد؟ رسالة كاملة، رسالة تجمع الشعوب ما تفرق الشعوب. لكن اللي حدث عن نفسي أولا كمواطن عراقي
انتمي لهذا البلد واعيش على ارض هذا البلد. من المستحيل من اي شخص من اي طبقه رياضي اعلامي فنان ان يحصل ولو تجاوز بسيط على ارضه على بلده وعلى وطنه مثل ما كلف الامر. انا يمكن اجازتي انه انا حاجز 15 ما قضيت منها الا 6 ايام، بعد لي تقريبا 9 ايام انا لازم ابقى بتركيا. لكن اللي هذا الخبر اللي شفته واللي صدمني صراحه ما قدرت اقدر ابقى دقيقه واحده. نعم. نعم كابتن احمد، اعتقد الصوت يعني خلل بالشبكه اذا تسمعني. ويتغمدهم بواجع الكابتن احمد باسل حارس مرمى نادي الشرطه والمنتخب الوطني العراقي، اولا ابارك لك على حصول فريقك على لقب الدوري العراقي لهذا الموسم، واشكرك الشكر الجزيل على موقفك الشجاع اللي راح يخلد عبر التاريخ. شكرا جزيلا كابتن احمد باسل، كنت ضيفا معنا في برنامج الوسم. طبعا مشاهدينا الكرام، اللي صار من قبل الكابتن احمد باسل مثل ما تشوفون هو نشر في ستوري انستغرام صفحته الخاصه: لا اتشرف بالبقاء في دوله تقتل ابناء شعبي، العوده الى ارض الوطن. حياك الله يا احمد باسل، وشكرا لهذا الموقف وهاي الروح اللي كانت عندك. حملات المقاطعه استمرت مشاهدينا الكرام من قبل اصحاب الشركات وغيرها من الامور. مثلا عندنا شركه ايكسول التركيه لمنظومات الطاقه الشمسيه، بسبب يعني البيان اللي نشروه، بسبب العدوان التركي على العراق واقتراف جريمه نكران بحق العراقيين من خلال قصف لاحد المصايف السياحيه في مدينه دهوك، نعلن عن فسخ العقد مع الشركه التركيه الام والغاء الوكاله الحصريه في العراق. فداء ابناء اغلى من كنوز، ابناؤنا اغلى من كنوز الدنيا ومن فيها الرحمه والخلود لشهدائنا. استمرت حملات المقاطعه من شركه المهندس للسفر والسياحه. يقول استنكار من شركه المهندس للسفر والسياحه للفعل الجبان الذي قامت به القوات التركيه، وعليه قررت الشركه عدم التعامل مع الجانب التركي وايقاف العمل بالفيزا التركيه وايقاف جميع الجروبات السياحيه. الرحمة والغفران لشهداء العراق. أيضا حملات المقاطعة مستمرة. عندنا شركة قوافل الصفا للسفر والسياحة أيضا نشرت في موقعها الرسمي: نعلن عن إيقاف الجروبات إلى تركيا وقطع تذاكر الطيران إلى إشعار آخر، مع تحيات شركة قوافل الصفا. صيدلية بلد الأزل، حتى الصيدلية تعلن صيدلية بلد الأزل عن إيقاف التعامل بالأدوية التركية لحين تعهد حكومة تركيا بعدم قصف شمال بلدنا العراق، بردا وسلاما على الجميع. أيضا الحملات: ليث الغبان للستائر والمفروشات، إكراما لشهداء العراق نعلن أمام الله ورسوله عن توقفنا التعامل مع الشركات التركية لحين استرجاع حقوق الأبرياء ممن سقطوا اليوم في العدو في العدوان الغاشم، رحم الله شهداؤنا وعافى جرحانا. حتى اهل البردات والمفروشات واهل الادويه والسفر والسياحه عاشت ايديكم. هذا الموقف اللي احنا نريده ونطمح اليه. ايضا احد المطاعم في مدينه الصدر، مطعم ريف الشام، خلت دخوليه هو صوره اردوغان وعليها خط احمر وعلم تركيا وسنؤدبك. طبعا هذا كان حملات المقاطعة. وأيضا بهذا الموضوع عندنا اتصال هاتفي من أحد المواطنين وأصحاب المحلات، أحمد قاسم، ويانا على الخط. حياك الله أحمد قاسم، أهلا وسهلا بك في برنامج الوسم. حياك الله أستاذ العزيز، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين ومشاهدين الكرام. أحمد، بالبداية عرف عن نفسك، محلك شنو؟ شنو تبيع؟ بأي منطقة؟ عرف نفسك للمشاهدين. انا احمد قاسم، بكالوريوس اعلام، صاحب محل الهواتف النقاله والاجهزه الالكترونيه ومنظومات الانترنت.
زين في منطقة البيان. زين أحمد، شنو قررت أنت بعد ما شفت هذا العدوان الغاشم على شهدائنا وعلى العراق؟ شنو قررت أنت كصاحب محل شاب وسويته وعلنت عنه؟ طبعا الدم العراقي أغلى من كل شيء، أغلى من المال وأغلى من التجارة وأغلى من كل شيء. الدم العراقي اللي حاليا أصبح مباح، الدم العراقي حاليا أصبح رخيص بالنسبة للساسة العراقيين، بالنسبة للدول الجوار اللي استباحت أجواءنا واستباحت سيادتنا وأصبح بلدنا متاح للجميع الجوار. يعني ماكو كلام طبعا يعبر عن الحرق اللي بقلوبنا على اللي شفناه من مشاهد مثل ما انه العميس اللي فقد حياته ولا الطفله اللي فقدت حياته، وهذا الشيء من الممكن اكون انا او انت. زين كلنا احنا نروح حسابات السياحه وكلنا نسافر ويا عوائلنا، من الممكن يصير بي او يصير بصديق او احد اقاربي. فمن الممكن يعني من المستحيل انه نضاب نظام عن هاي الجريمه، ومن المستحيل انه تمر مرور الكرام. زين انا عن نفسي محل الكترونيات، من المستحيل لا اليوم ولا بعد سنه ولا بعد الف سنه اطبق اي بضاعه المحلي انه منتج تركي. انت كنت تدخل سابقا احمد، كنت تدخل بضاعه سابقا لمحلك؟ طبعا احنا اغلب تجارتنا اللي هي تيجي عن طريق تركيا، اللي هي عن طريق النقليات اللي تجينا اغلبها انه تجينا عن طريق تركيا وتدخل لنا من شمال العراق، تدخل لنا بغداد. زين اجهزتنا الالكترونيه او تجي عبر تركيا؟ كلها دخولها عن طريق تركيا، او حتى منتجات في تركيا انه نشتغل بها احنا، لان اغلب الشركات اللي صارت تعاملها عن طريق تركيا، ما عندنا احنا استيراد مباشر. فانت قررت بعد ما شفت هذا العدوان على العراق وشفت الشهداء ودمائهم اللي سالت، قررت انه تقطع هذا الشيء مع هذا البلد. هذا المفروض مو بس انا، هذا المفروض العراق كله. نعم. من شمال الجنوب ومن شرق الغرب، لان هذا الدم غالي. طفله عمرها سنه تنقتل عند اي ذنب. عميس صار له خمس ايام من متزوج، رحت سفر سياحي ينقتل، شنو ذنبه؟ واللي يقهر انه يطلع وزير الخارجيه التركي ينفي يقول مو احنا اللي قصفنا، زين اوكي اذا انت مو هذا قصف، زين اكو قصف قبل ايام اللي هي سياره همين انقتلت فيها عائله كامله. همنا مو انتو، هم الطيارة مو تركية، يعني ينكبون قاموا ينكبون حتى الدم العراقي. زين انا صافي ان شاء الله، اللي الحرق الداخلي انه على الرد الضعيف من قبل الحكومة العراقية. شنو اطالبهم باعتذار؟ ليش هو شنو متى شاموا عليه قابوسه؟ الطالب بحكومة قصفت شعبك وقتلت 8 نفرات و40 جريح، اطالبهم باعتذار؟ ابسط يعني ابسط قرار ممكن تتخذه اضعف الدول عالميا هي غلط السفاره وطرد السفير. ابسط قرار. النتيجه كانت لا والله انه اطالبكم باعتذار واستنكار، هاي استنكاراتكم الى متى؟ اليوم ماتوا هذول الشباب باكر غيرهم ومسؤولون وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الى متى دمنا يجي رخيص؟ الى متى الشعب يظل ساكت؟ انا هاي الحكومه اللي رخصت دمنا بين الدول. والله يا احمد اتمنى من كل العراقيين مقاطعه المنتجات التركيه، لان تركيا باكملها عايشه على السياحه والتبادل التجاري مع العراق، واكثر دوله هذا تستورد من تركيا هي العراق، واكثر دوله متعامله تجاري مع تركيا هي العراق، واكثر دوله متضرره من تركيا هي العراق. احمد اكثر دوله متضرره من تركيا هي العراق من خلال المياه، بالمقابل احنا اكثر دوله فايدين تركيا. بالضبط. احمد قاسم لك نصف دقيقه اوجه بها رساله للشباب العراقي وللحكومه العراقيه. اذا مساتي للشباب العراقي، ملابسنا اكلنا شربنا اي تعامل طلب من اخوكم الصغير، هذا اليوم ما تاخذوا الشباب باكر انت وعائلتك تكون مكانهم وكل سنه يكون مكانهم، واليوم ما تو 8 باكر عقب يموتون 8 وهم حكومتك حتكون مستنكر، ونطالب باعتذار. حكومتك ما تطالب بدمك، انت تقدر تحفظ دمك، تحفظ دمك مقاطعه المنتجات التركيه، اقطع سفر لتركيا او اوكي عندك هواي دول تقدر تسافر لايران لسوريا لبنان، كم دول اذا انت حاب انه تروح سياحه، اقطع سفر لتركيا، اقطع علاقات تعرف حجم العراق. زين احمد قاسم الشاب صاحب المحل اللي قرر انه يقطع اي
استيراد من تركيا. اشكرك الشكر الجزيل، واتمنى من كل الشباب انه يحذوا حذوك ويكونون بهاي الغيره اللي انت بيها. شكرا جزيلا احمد قاسم، كنت معنا ضيفا في برنامج الوسم. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا متواصلين وياكم وراح نطلع لكم بعض من التعليقات اللي العراقيين كانوا يعلقون بها في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الحادث. حيدر يقول: إلك الله يا عراق، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من دمر العراق ووصلنا لهذه المرحلة. أما أحمد محمد حميد يقول: الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، عفي بلد صرت مكفخة للرايح والجاي، والحكومة تتفرج، الله يلعنكم بالدنيا وبالآخرة يا من تحكمون هذا البلد. رامي يقول: الله يرحم الشهداء، الله محفظ بلادنا، والله العظيم من كانت الصيح ساعدوني وما حد قبل يساعدني، عرفت رجال ماكو غيره ماكو، مع كل الاسف. والله صحيح ثبت اكو ذكور واكو رجل، طبعا يقصد على اثناء القصف. مشاهدينا الكرام، بعد كل هذا اللي حدث، وزارة الخارجية التركية قررت انه تصرح. ماذا كان تصريح الوزارة؟ هذا كان تصريح الوزارة: ندعو مسؤولي الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية الخائنة، والتعاون والكشف عن الجنات الحقيقيين لهذا الحادث الكارثي. تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوة لكشف الحقيقة. أيضا نشر عبر صفحة أيم يقول: الخارجية التركية نشعر بالحزن لمقتل 9 وإصابة 23 في غارة جوية على محافظة دهوك العراقية، تشعر بالحزن، الله يلعنكم في الدنيا قبل الآخرة يا من تشعرون في الحزن على مقتل العراقيين. مشاهدينا الكرام، مستمرين في ملف تركيا بعد هذا الفاصل وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من الفيديوهات اللي راح نستعرضها على حضراتكم ونعلق عليها بشكل سريع. أول فيديو عندنا لمن الأبطال راحوا للسفارة التركية وقاموا بإنزال العلم، خلينا نشوف الفيديو. الأبطال بعد ما صار هذا الحادث راحوا وتظاهروا أمام السفارة التركية وقرروا أنه ينزلون العلم التركي من المكان اللي موجود بيه ومرتفع بيه. هاي المظاهرات اللي صارت في بغداد، وأيضا عندنا فيديوهات أخرى. أيضا نروح للفيديو الثاني، أيضا عندنا بعد هذا الفيديو فيديو التفجير اللي صار. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتواصل وياكم. برا خدي نتقلع كشتيات هاي. صار نقل ناف عربة دا بريندارت هاي. هكذا يقتل العراقيون في بلدهم في قضاء زاخو في محافظة دهوك بعد القصف التركي الغاشم اللي حصل يوم أمس. الله يلعن أردوغان، وجهه قفوة على قولة نورس. وأني أريد أشوف مواقف للسيادة العراقية اللي خابصينا بالسيادة العراقية، ما سيادة عراقية. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد هذا الفيديو. طبعا عندنا مجموعة من الفيديوهات مثل ما ذكرت. الفيديو الجاي خلينا نشوفه وأيضا نعلق أكثر حول هاي المواضيع والفيديوهات اللي جاي تنعرض. إن شاء
شغلنا الفيديو اللي بعده. أبدنا ما جينا. يقولون على أساس المستشفى متأخر. بس أقول شذي. ليه يقولون على مو دسكي؟ من كربلاء. من كربلاء. كربلاء. شنو كان الحادث؟ كنا أنا وزوجي قاعدين. فجأة صار هذا الشيء. ما أدري بحس نفسي لو كان بالماي، كنا قاعدين بالماي على الكراسي. ترد وجهي لقيت هو يديكنا ممرودات. يديني ناس يلقي ممرودات كل اللحم طالع وده. وده شوية ضخم ما أقدر شوية من عالم كده ورقبات. كنت جبت على الحباب يساعدوني ما أعرف طبعاً يساعدني. الله تتوسل بيه وما حد. زوجة أحد الشباب اللي استشهدوا يوم أمس لهم 3 أيام أو 4 على زواجهم فقدت زوجها ورجعت بدونه من محافظة دوق. هذه الإنسانة، هذه العراقية، المرأة العراقية الشابة لها 3 أيام من زواجها فقدت زوجها. الله لا يوفقكم دنيا وآخرة. شكو مسؤول وسياسي بهذا البلد خلى حال البلد يرجع لورا. زين، الفيديوهات مستمره مشاهدينا الكرام، خلينا نعرض الفيديو اللي بعده ايضا. هذا الفيديو فيديو مؤلم، ما اعرف شلون راح اعبر او اعلق عنه، بس انا متقصد انه اطلع هذا الفيديو واظهر هذا الفيديو حتى تشوفون مدى بشاعه المنظر. عذب قلبي لي وداع، لي وداع، لي وداع، عذب قلبي لي وداع. مشاق ودموع ظلت تهملي حرقه، وتذوب الروح بيلي الحسرة والشقة. أعاين على عمرها سنة، عمرها سنة، وأمها اللي شايلتها وتصرخ قدامك وإيدها انقطعت وعمرها سنة. والله ما أعرف شاكي. هذا الفيديو من يشوفه برهام صالح، من يشوفه مصطفى الكاظمي، من يشوفه محمد الحلبوسي، من يشوفه رئيس أركان الجيش، من يشوفون الناس المسؤولة ما يهتز الشارب؟ ماكو؟ اللي 24 ساعة تصدعون رؤوسنا بالغيرة العراقية ما غيرة العراقية. هذا الفيديو ما يأثر بيك؟ هذا الفيديو ما يحرك اللي داخل اللي جواك؟ الدنيا تنقلب على التوافه، بينما هذا المنظر مجرد بيان ركيك بسيط. أكتن نفسي ترئيس وزراء تقائد عام للقوات المسلحة نزل بيان مال واحد كيوت هيك أرد أحكيها. هذا الفيديو أتمنى تشوفه يا مصطفى الكاظمي، أنت وعائلتك، برهم صالح انت وعائلتك، محمد الحلبوسي انت وعائلتك قاعدين تتفرجون بالتلفزيون ويطلع لكم هذا الفيديو. اريد اشوف جهالك ونسوانكم من يباوعون على هذا الشيء شلون، يعني شنو رده فعلك وانت بمنصب مسؤول؟ هم تاخذك الغيره لو لا؟ لعنه الله عليكم واحد واحد، من كبيركم لصغيركم، يا حراميه يا فاسدين يا سراق. اللي رجعت البلد 1000 خطوة للوراء. الشرطي شايل الطفلة ويبكي، شوف والدتها. الله أكبر. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. Oh!
الأبطال العراقيين على المظاهرات يستنكرون وطلعوا بكل المحافظات، كربلاء، النجف، البصرة، بغداد، كل المحافظات طلعوا مظاهرات. خلينا نشوف بعض التعليقات على هاي الفيديوهات اللي صارت واللي انتشرت بشكل كبير جدا، حتى بعدها ننتقل إلى فقرة تويتات. كريم يقول الأرض عراقية، أرض الإقليم الكردي والشهداء من باقي المحافظات، هذا دليل أن العراق بلد الجميع، توحيد الصفوف وتوحيد الموقف الموحد يمنع هكذا اعتداء مستقبلا. شكرا لأصحاب الموقف المشرف، ونتمنى المواقف الأخرى من أصحاب الأرض. محمد عادل يقول بالروح بالدم نفديك يا عراق، ستبقى شامخا يا علمي. تم نزول العلم التركي ورفع العلم العراقي من أمام السفارة التركية في الوزيرية. طبعا مستمرين، هذا أيضا آخر تعليق يقول ماكو شيء غريب بالصورة، هذا شعور طبيعي من كل إنسان داخل رحمة أنه يتأثر باللي صار اليوم. الكردي والعرب دمهم واحد بهذا البلد، إذا كان بصلة قرابة وصداقة ومذهب ودين أو بالإنسانية، حتى ذاك اختلاف بكل اللي ذكرت الرحمة والشهداء والشفاء للجرح، حسبنا الله ونعم الوكيل اللي وصل الحال لهذا البلد. مشاهدين الكرام، نروح لفقرة تويتات، متواصلين بملف تركيا، وخلي نشوف الهاشتاقات والتغريدات اللي صدرت من قبل الناس ومن قبل المسؤولين، وأيضا يكون لنا تعليق لهم. فاصل ونواصل.